أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. ذكرت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية في تقرير لها أن قيمة العملة النقدية المحلية المتداولة خارج المنظومة المصرفية في العراق بلغت نحو 93 تريليون دينار خلال عام 2023. أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة العملة النقدية المصدرة بنسبة 9.24% خلال العام، حيث ارتفعت من 78 تريليون دينار في بداية عام 2022 إلى أكثر من 102 تريليون دينار في نهاية 2023. أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن سبب استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام سعر صرف الدولار في السوق الموازية هو استمرار الحوالات السوداء إلى كل من إيران وسوريا. في المقابل تبلغ استيرادات العراق السنوية من إيران نحو 10 مليارات دولار بحسب بيانات إحصائية، فيما يتم تمويل جميع هذه الاستيرادات من دولار السوق الموازية بسبب عدم إمكانية تحويل الدولار إلى طهران من قبل البنك المركزي العراقي. أعلن عضو اللجنة المالية يوسف الكلابي التوجه لتقديم شكوى ضد المصارف التي أقرضت حكومة أربيل لتمويل رواتب موظفي كردستان العراق. وقال الكلابي إنه سيتم تقديم شكوى ضد مدراء المصارف ومجالس إدارتها التي أقرضت حكومة أربيل خلافا للقانون بحسب قوله، مبينا أنه سبق وتم إنذارهم باجتماع في اللجنة المالية. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة المالية إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي كردستان العراق. أكد خبراء في الاقتصاد أن الحديث عن انخفاض التضخم في العراق يشوبه خلل كبير من ناحية التفسير. أضاف الخبراء أن الجهاز المركزي للإحصاء لم يقم بإعداد ميزانية العائلة، وأن الأرقام التي يصدرها هي أرقام تقديرية غير مبنية على دراسة حقيقية مسبقة لمعدلات التضخم. وتساءل الخبراء عن جدوى حديث الحكومة عن انخفاض نسب التضخم في ظل استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، والتي تفترض الحكومة نظريا استقراره، وأن البضائع المستوردة تدفع قيمتها بالسعر الرسمي للدولار. قلصت الولايات المتحدة الأمريكية الفارق بشكل كبير في ميزانها التجاري مع العراق خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022. وبحسب بيانات الموقع الرسمي لحكومة الولايات المتحدة، فقد انخفضت صادرات العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 إلى 7.5 مليار دولار فقط، أي أن صادرات العراق إلى أمريكا انخفضت بنسبة 25% مقارنة بالعام 2022. بالمقابل ارتفعت استيرادات العراق من الولايات المتحدة الأمريكية في 2023 إلى أكثر من ملياري دولار، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 125% مقارنة ب 2022. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.